بص بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. يا مساء الخير، عدنا لكم من جديد متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. لقطتنا النهارده مختلفة ولقطة متميزة، وما زلنا متواصلين معانا ومعاكم من حوض الغسيل. حوض الغسيل اللي انتوا شايفينه ده بيعمل عظمة. الجزر بياخد دش، بياخد دش ساقع. النهارده درجة الحركة عالية عندنا في المنيا شوية، ورغم السخونة والطقس والأجواء الحارة، رغم إن العمال ما زالوا مصممين على العمل. العمل بيبدأ هنا من الساعة 9 الصبح، بينتهي الساعة 5 العصر في المغسلة. إحنا دلوقتي في أكبر مغاسل الجزر في المنيا، زي ما إحنا شايفين ومتابعين معاكم ومعانا النهارده من مغسلة الجزر. زي ما أنتم شايفين يعني فرحة العمالة بموسم الجزر. موسم الجزر بيبدأ من شهر 11 ومن آخر 10 لحد شهر 4. احنا قرية بن احمد الغربية دلوقتي اللي احنا واقفين فيها وشغالين معاكم على البث المباشر. قرية بن احمد الغربية متميزة جدا بزراعة المحاصيل الهامة والمحاصيل الاستراتيجية. البصل الجزر عايم في المية زي ما انتم شايفين. الشفاط اللي انتوا شايفينها معانا، هوبا بيرموا الجزر عشان يتغسل ويتظبط من الطين اللي فيه والاتربه ويطلع جميل كده شويه. الايد الشقيانه دايما كسبانه، الايد الشقيانه دايما كسبانه. بصوا الواد ده بشعره جميل ده وعيون لطيفه، ضحكتك حلوه. نازل في نص الحوض وشغال بايده بيظبط الدنيا وبيطلع الجزر البايظ من الجزر الوحش عشان الجزر السليم يتعبى بعد ما يتغسل يبقى جاهز. للتخليل للاكل ولا للتخليل؟ اكل. طبعا انت فاهم في الجزر صح؟ فاهم في الجزر. لا لا الجزر ايه اللي قدامنا؟ ياباني؟ الدنيا عامت ميه زي ما انتم شايفين. الجزر عام في الميه، كميات من الجزر، العشرات من الاطنان من الجزر بتتعبى يوميا بعد مراحل الغسيل في هذا الحوض. الجزر الدهب الاصفر، الجزر المقوي للنظر. انواع كتير من الجزر، جزر ياباني وجزر فرنساوي وجزر مصري، ويعني على حسب البذور اللي بتترمي في الارض وبتتزرع وبتطلع انواع عديده. الجزر مفيد جدا، الاطباء دايما بينصحوا بيه، بيدخل في حاجات كتير، بيدخل في ادويه، بيدخل في علاج، بيدخل في كل حاجه، بيدخل في السلطات. يعني بدون الجزر البيت المصري والريف المصري، بدون الجزر على الطبليه ما
ما تحلاش الاكله. زلنا بنتابع معانا ومعاكم في مراحل اعمال غسيل الجزر في المنيا. طبعا الحوض اللي بيتم الغسيل فيه طبعا فيه صفايات، الميه بتتصفى وبتطلع
الى مكان تاني عشان المايه دايما تبقى نظيفه واعمال غسيل الجزر والمراحل بتتم على عده فترات. دي الصفايه، دي الصفايه اللي بينزل فيها الميه. اه المصر المصر مثلا الصف اللي بينزل منها الرواسب والغبار والتوكين معلق بالجزر او اتربع او شوايب او كده يعني. الشوايب والكلام ده. وزود الميه عشان الحوض. يغسل حوالين الحوض. اللي بينقي غير اللي بيفرز، غير اللي بيغسل، غير فتح المصفى على الميه عشان الميه اللي مش نظيفه دي تنزل. الميه بتتصفى والشوايب بتتصفى. فتح المصفى على الشوايب.